خسائر قوية. من يقود عمليات البيع اليوم في العملات المشفرة؟ هل من المتوقع استمرار هذه التراجعات؟ نرى حجم الخسائر التي حدثت خلال الأيام الماضية وشاهدنا أشدها من ليلة أمس أو بالأسواق الآسيوية. كانت بشكل عام هناك مراكز شراء باستخدام الرافعة المالية أو الديون، وهي موجودة بكثرة، يعني باستطاع المتداولين في ظل وجود سوق خطر جدا التداول برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، وهذا طبعا يعني خلطة سحرية للخسائر بأشد العبارة. حجم الخسائر التي وصلت خلال الأيام الماضية 600 مليار دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تبخرت في 3 أيام. أكثر من 273 ألف متداول تم تصفية مراكزهم من ليلة أمس إلى صباح اليوم. هذه الخسائر عمليات الشراء أو خلينا نقول ليكويديشن وصلت إلى أكثر من مليار دولار. حجم الخسائر هذه لم نراها منذ 2021 في طبعا إفلاس FTX. ليزيد الطين بلة، طبعا منصة جامب للكريبتو كرنسيز أو العملات المشفرة للولايات المتحدة قامت بتسهيل 315 مليون ما قيمته من عملة الإيثر وسولانا. وشاهدنا لماذا؟ في هناك طبعا أحاديث عن مخاطر إفلاس لهذه المنصة، طبعا حتى الآن ننتظر آخر الأخبار، ولكن قد يكون عملية تصفية المراكز هاي لأنه كانت العملات هاي محجوزة في المنصة وقامت بتصفية هذه المراكز. هناك طبعا مخاطر عالية بشكل عام على سوق العملات المشفرة. ما حدث طبعا من رفع الفائدة للبنك المركزي الياباني، تراجع أسهم العملات، أسهم التك أو خلينا نقول التكنولوجيا الأمريكية خلال يوم الجمعة، طبعا دفعت العملات المشفرة ضريبة وجودها أو خلينا نقول فتح الأسواق خلال يومي السبت والأحد. بانتظار الأسواق الأمريكية بتوقعي أننا لم نرى الأسوأ لحتى الآن، ولكن ممكن يكون في يعني خلينا نقول عمليات شراء، خاصة شهر 7 أو شهر يوليو الماضي سجل أعلى عمليات شراء من قبل حيتان البيتكوين، قاموا بشراء 84 ألف عملة بيتكوين بقيمة تتجاوز 5 مليارات، هي الأعلى من 10 أعوام. لذلك هناك طبعا أموال ذكية تقوم بشراء على حساب المتداولين الذين يقومون طبعا باستخدام الرافعة المالية، وهي مخاطرة عالية جدا.